اهلا وسهلا بيك يا استاذ مفيد. اهلا استاذ معتز، انا سعيد ان انا معاك النهارده في برنامجك الليله مع معتز. ربنا يخليك يا استاذ مفيد، ده حضرتك والله شرفتنا ونورتنا النهارده بجد. اهلا بيك. يعني باشا باشا حضرتك النهارده ضيفنا يا استاذ مفيد. طبعا طبعا، ولكن لست ضيفك، انا ضيف المشاهدين والشاشة. وانا يا صديقي كتبت عنك كثيرا عندما رأيتك في نشرة الاخبار في بداية حياتك، وقلت عنك انك صاعد واعد متوعد. والله يا استاذ مفيد حضرتك ده يعني حاجة كتبت عنك. انا احبك بمنتهى الصراحة، بقولها بمنتهى الصراحة. وانا بحبك كمان برضه يا استاذ مفيد. وده شرف ليا، وده رأي جميل جدا انا بعتز بيه. بس تسمح لي اسألك يا استاذ مفيد اي حاجة؟ انت لا تسأل، انت لا تسأل، انا الذي اسأل، لاني لست مذيعا عاديا، انا محاورا. اجي لك كده تجي لي كده، تجي لي كده اجي لك كده، تجي لي كده اجي لك كده. بعد اذن استاذ مفيد، حضرتك طبعا المقامات محفوظه، بس يعني بعد اذنك ده برنامجي وانا اللي بقدمه وانا اللي مذيع هنا يا استاذ مفيد. اذا ساسمح لك لاني احب ابناء الاعلاميين. معلش انا مقدر الظروف استاذ مفيد. خليني ادخل في الموضوع مباشره، ما الذي يستفز الاستاذ مفيد فوزي؟ لا يستطيع احد ان يستفزني. نعم عفوا، لا يستطيع، ولكن ابنائي اخواتي الذين يتساءلون ويبحثون ويفكرون يستهزئون. فول بالزيت والليمون. اقعد ما تتكلمش ولا كلمة في حتيس المكينة. ايه الكلام ده؟ ايه فول بالزيت والليمون؟ ايه الكلام ده؟ هم اصدقائي، حزب اعداء النجاح. دايما حضرتك العبارة دي مشهورة على لسانك، تقصد ايه بحزب اعداء النجاح ده؟ الذين لا يشاهدون الا توم وجيري. تصفر الان. عفوا اسمح لي احزق عينيك. الله الله الله، انط في كرشك. الله الله الله، اكبس على نفسك. انا عملت حاجه؟ اسكت. اتفضل استاذ مفيد. حضرتك تقصد يعني بحزب اعداء النجاح وبتلمح كده وبتبص الناحيه الثانيه، تقصد الاستاذ لا يشاهد الا توم وجيري، الاستاذ شمال، الاستاذ المحترم يشاهد الا توم وجيري. معلش دي حريه شخصيه، دي حريه شخصيه يعني، ويجوز ده حاجه بيحب يستمتع بيها يعني. تقصد حضرتك الاستاذ احمد شومان؟ طبعا. الاستاذ شومان وغيره من الذين لا يشاهدون الاعلام، الذين جابوا جنون البقر. انت سبب جنون البقر، انت وامثالك سبب جنون البقر. عفوا يا استاذ معتز، عفوا. لا اتفضل براحتك. هل بس عايزين هل اخد راحتي؟ أيوة. سيبني اخد راحتي. لا انا هل ايوه استاذ. التفكك الاسري. ايوه. وبعد البقر الام عن الزريبه هي التي ادت الى جنون البقر. ابدا. امثاله هم الذين أدوا إلى جنون البقر، هذه الحقيقة. ولن أتحدث طول ما الشخص ده موجود في حديث المدينة. أستاذ مفيد، إحنا في دلوقتي عصر حرية التعبير والديمقراطية، وكل واحد يتكلم زي ما هو عايز، إيه المشكلة؟ أي تعبير؟ لابد أن تلاحظ ماذا يريد الناس كي تتكلم. معلش اخرس. لا أنا قلت حاجة؟ كفاية ان اسمه شومان مش شومة واحدة.
استاذ مفيد بعد اذنك يعني نقطه اخيره مش هقول طبعا سؤال حضرتك ما بتحبش ايه رايك في برامج التلفزيون واقبال الناس دلوقتي بقت على طول تتفرج على الفضائيات كده مفيش ما بقاش عندهم وقت يعملوا حاجه تانية يا استاذ مفيد يا استاذ معتز كله جميل كل ابنائي الاعلاميين يقدمون الطريقه التي رسمتها لهم في حديث المتينه كل حاجة حديث المتينة تينة الرقاصة على كل حال انت شرفتنا يا استاذ مفيد وعايزين حضرتك تبقى تجيلنا تاني ضروري بس ارجوك ما يكونش شومان موجود لا خلاص ان شاء الله احنا هنشوف الموضوع ده ونتكلم بعد كده عشان حرصا على ستايل البرنامج والجمهور الجميل اللي موجود ده تحية كبيرة للاستاذ مفيد فوزي